السلام عليكم المتتبعات، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. كما كتشوفوا في الفيديو ديال الفيديو غتبان لكم بساره صراحه نديرها معكم بجلبانه صراحه بطريقه سهله وكتجي زوينه. هنا كما كتشوفوا عندي جلبانه، انا نقيتها هياد وغسلتها مزيان ودرتها في هذه القميله. المهم نتوما ديروا على حسب الكميه، زعما اللي على حسب عدد الاشخاص اللي عندكم في المنزل ديالكم. وغنحتاجو هنا جلبانه، غنحتاجو الثومه ضروري، خاص تكون الثومه والملحه والماء. الا ما درتوش جلبانه ديروا الفول. المهم انا اليوم درتها بجلبانه، وكما بلاصه جلبانه غديروا الفول. الا ما عجبتكم جلبانه ممكن ديروا الفول، الا ما كانش جلبانه كتوفر عندكم في البيت ديالكم ممكن ديروا الفول. المهم هنا درت كما شفتوا درت الثومه والملحه، ضروري الثومه تكون ضروري يا في الفول يا في الجلبانه كيعطي واحد المذاق زوين. هنا كما كتشوفوا لحت كبيت عليها الماء، يكون فايت الجلبانه ديالنا في القميله. وغنشعل عليها البوطه، انا غادي نجهد ليها البوطه حتى كتبدا تطبخ، عاد نقص عليها ونخليها تطيب على عافيه مهيله حتى تنشف. هنا كما كتشوفوا راه نشفات ليا من الماء كله. هنا غنبدا نخلط غير بالخلاط، خلاط اليدوي اي بيت كيتوفر فيها بدون خلاط كاع كهربائي. كنبدا غنخلطو هكاك بيديا مزيان، كنخلط حتى تذوب ليا هي وديك الثومه. صراحه دغيا كتذوب صراحه وكتجي زوينه بلا ما كتستعملي لا مولينيكس ولا هاشوار ولا كتستعملي طحانه د الحوت، ما كتستعملي حتى حاجه من غير هاد الخلاط هذا. اخطرات ما كيكونش داكشي متوفر عندنا. هنا غير الخلاط، انتما كما كتشوفوا رجعتها دايره بحال العجينه. انتما راه خلطها مزيان، غنخلطوها. المهم تخليوها حتى تنشف من الماء، ما يكونش فيها الماء مازال، انما تخليوها حتى تنشف من الماء. باش تخلط كتخلط لكم بحال هكا، كطلع لكم بحال واحد المهم كتجي خاطره. هنا كنكون الماء يد سخنته وطيبته، ماشي غير سخنته وطيبته، كنبقى نزيد ونحرك ونحطها شعلة البوطه، كنبقى نزيد ونحرك. هانتوما راه عندي الماء طايب، درت طيبت الماء في الكسرونه. هنا كنت كنوريكم وكنقول لكم الكشكوشه، خص ديك الكشكوشه فاش بدات تطلع ليا، فاش بدات طيب بدات تطلع ضروري خصنا نحيدو ديك الكشكوشه. هانتوما راه كنزيد الماء وكنخلط، ما غنحبش نتخلط حتى نعرف الكميه اللي بغيت. يعني حتى كتبان لينا في عينينا صافي داك الماء ما كتكونش خاطره بزاف وما كتكونش عاوتاني رقيقه بزاف. هنا من بعد ما كانت كطبخ، هانتوما كما كتشوفوا كطلع لي ديك الكشكوشه، شحال ديال الكشكوشه طلعت، ضروري ديك الكشكوشه كلها تحيد. حيت فاش كتبقى فيها ديك الكشكوشه كيجي واحد المذاق شويه بحال مره بحال ما كتجيش فيها المذاق زوين. هنا كنحيد ديك الكشكوشه كلها، ما حدها هي كطبخ وما حد ديك الكشكوشه كطلع حتى تحيد لينا ديك الكشكوشه كلها. نتوما غنبدا نستمر نحيد ديك الكشكوشه كلها حتى غنحيدها كلها. من بعد راه كتجينا كنخليوها تطبخ غير شويه وكنطفيو عليها. نتوما مازال انا كنحيد هنا في الكشكوشه، حيدو غير بشويه، صراحه كتجي زوينه. غتبعوا هاد الطريقه اللي قلت لكم. هانتوما كما كتشوفوا انا تقريبا هنا حيدت الكشكوشه كلشي، ماشي غير داكشي اللي حيدت لي شفت بيزو، انما راه حيدت يا دوك بيت فواحد الطبسيل اخر، حيدت كلشي حتى داكشي شويه اللي بقى تما. كنت كنوريكم الصباح كنقول لكم انا غادي نحيدو كله، ما غتبقى عندي حتى حاجه، حتى شويه من الكشكوشه الفوقانيه صافي تعطينا غير ديك البصاره الخاطره صافي. هانتوما كما كتشوفوا مبقاتش فيها الكشكوشه، حيدتها ليها. هنا غادي نخليها تزيد طبخ واحد شويه، هانت طبخ ليا مع داك الماء اللي زدت ليها. هانتوما كتجي صراحه والله الا صراحه جات بنينه، غنجربها بهاد الطريقه اللي قلت لكم. هنا من بعد ما طابت ليا البصاره ديالي، هانتوما كما كتشوفوا الكبه ديالها راه ما خطراش بزاف، ما رقيقاش بزاف،
راح بينو بين رجات بنينة. هنا كنت زدت شوية ديال الملحة، جاتني شوية خاصة شوية الملحة، بما انا كنقص شوية الملحة على كل واحد والاختيار ديالو، اللي يبغي يزيدها يزيدها، اللي يبغي يشربها هكاك يشربها. ودرت هنا الحرور والكمون وزيت البلدية، وبالصحة والراحة.